اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الفريك ما يحب الشريك، واحنا المصريين شطار جدا في عمال الفريك، سواء نحشي فراخ نحشي حمام، جوز الحمام محشي فريك بيتكلم مصري. ولكن النهاردة معايا طاجن الفراخ بالفريك، حاجة كده مختلفة تسهل على الأم وعلى كل المبتدئين في المطبخ إن إحنا ما ننحرمش من إن إحنا ناكل فريك، بس بطريقة سهلة وبسيطة. مش لازم أجيب جوز حمام وأحشيهم وفي الآخر الفريك يطلع من الحمام في قلب الحلة ويبقى شكل وحش. تعالوا نشوف إزاي هنعمل طاجن الفراخ بالفريك بفليفر وطعم لطيف وجميل. معانا الشتاء وايام الشتاء وداخلين على ايام الشتاء، والشوربه بيبقى لها مذاق ولها طعم تاني في كل بيت. هنعمل النهارده شوربه الجزر بالكريمه، لطيفه وجميله انا بحبها، بتبقى شوربه كريمي كده بما ان الجزر اليافه ناعمه بعد ما بيستوي، هتاخد طعم المستكه. يا سلام على المستكه مع الكريمه اللباني والجزر، اكيد بتروح في حته تانيه. تفاصيل صغيره ولكن طعم جديد وشكل جديد. الحلقه هتعجب حضراتكم لان فيها شغل كتير، وما نستسهلش لما احنا نجيب فرخه حلوه نقطعها 8 نقطعها 12. هنشوف ازاي نقطع الفراخ ونشيل الزفره منها ونعرفها على الفريك ملك المطبخ. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ايه حكاية الفريك. دايما المبتدئين في المطبخ ما يبعدوا عن الفريك، يعملوا رز مثلا، يعملوا محشي، يعملوا الرز المصري، رز بشعرية، ولكن الفريك ده معانا مشكلة معاه، دايما مش بيستوي معانا، ولو استوى بتبقى الحباية خشنة وبنعرفش ناكل منه الكمية اللي تشبع. فتعالوا نشوف الفريك الأول. الفريك طبعا احنا كلنا عارفين من طبعا طالع من السنبلة، القمح الأخضر قبل ما يستوي، فده الفريك. القمح قبل ما يستوي ده الفريك، اخضر، عشان كده لونه بيميل للخضار بالشكل ده، بيتيبس طبعا ويتنشف ويتعمل الفريك. غير البرغل، البرغل ده قمح صلب او قمح مستوي بتاعنا العادي، بينطحن او بيبقى مجروش، بيطلع منه برغل ناعم وبرغل خشن. لازم نعرف ايه قواعد الحاجه قبل ما نشتغل فيها. الفريك العدل بتاعه قرفه، دايما القرفه بتلعب دور مهم جدا بما ان هو غني بالانسجه وبالالياف، فلما بيشرب طعم القرفه مع السبايس بتاع الفلفل والسبايس بتاع القرفه طعمه بيبقى حلو، فاهتم بالقرفه مع الفريك. تعالوا شوفوا مقاديره على الشاشه، فراخ، فريك، فلفله حلوه، بقدونس، بصل، ثوم، زبده، سمنه بلدي، وهنشوف ازاي نعمل طاجن الفريك بالفراخ او الفراخ بالفريك، او نقدر نعمله باللحمه زي ما احنا عايزين. اول حاجه هنمسك الفراخ دي نقطعها 8 قطع 10 قطع زي ما احنا حابين، سكينتك تكون حاميه، وبنصحك طبعا الفرخه تتغسل كويس قبل ما نقطعها. يعني الناس اللي بتغسل الفراخ بعد ما تتقطع دي مدرسه، يعني نقدر نقول مش صحية 100%، فرخة تتغسل وهي سليمة أفضل، بعد ما تتقطع خلاص ده الشفاء كده بالشكل ده كده بعد ما تتغسل بشوية ملح، عصرة ليمون، عندنا موسم البرتقال دلوقتي، عصرة برتقال حلوة، تبقى الفرخة معانا كده زي الفل. شايفين فرخة ازاي بريئة معانا حلوة أوي. هناخد الفرخة دي يا عم الشيف، مشاكلنا مع الفراخ دايما السلسلة بتاعتها ما بتستويش بسرعة، فاحنا هنخلص منها كده. شلت السلسلة، هي السكينة عارفة مكانها بالشكل ده كده، أخدها أحطها هنا في المية دي، عايز شوية شوربة أنا، الفريك بيحب الشوربة، شوربة فراخ، شوربة لحمة وهكذا، خلي بالك. فإنك أنت تصنعي شوية شوربة على النار دي حاجة حلوة، الشوربة دي تستخدمها في حاجات كتيرة بقى، تعملي بيها صواني، تعملي بيها فريك، تعملي شوربة شعرية، تعملي شوربة طماطم وهكذا. فرخة هنا حلوة، باجي في النص كده بقطع الفراخ دي بعد النص كده، عايزه تكفي الاولاد، تكفي العيله كلها، تيجي عند السلسله دي كده، تيجي قطع الفرخه كده حطها قدامنا كده عشان نتبلها تتبيله حلوه. نعم يا غالي، ممكن نحشيها فريك ما عندناش مشكله، بس خلينا نعملها بطريقه جديده النهارده. عملناها قبل كده محشية فريك، الدبوس الحلو ده أنا بحبه. نيجي هنا برضه عند الفخدة دي نقطعها نصين، بسم الله ما شاء الله الفرخة كده إيه، ف
تفرد عضلاتها زي ما بيقولوا وتكفي العيلة والجيران والحبايب. اهوت مش لازم ان انا بقى اروح اشتري حاجات كتيرة عشان اعمل سفرة خالص انا. اللهم صل على النبي. كام؟ عد معايا انت كده هتتعب من العد. حلوة. كام قطعة تقريبا؟ 4 6 8 10 12. بسم الله ما شاء الله. كل ده الفراخ معانا جاهزة، هنشيل البلانشة دي والسكينة دي ونخليهم على جنب، ده الطبيعي. قطعنا فراخ، اتغسلت الفراخ قبل ما نقطعها، بقت معانا بالشكل ده كده. تعالوا نتبل الفراخ دي يا عم الشيف. هنتبلها بإيه قبل ما نعرفها على الفريك؟ أساسي التوم عندي، عصرة ليمون حلوة بالشكل ده كده. وخلونا نقول فرصة هنا بما إن الفراخ معانا متبلة جاهزة، تقدر تعملها كريسبي. عصرة الليمون على الفراخ حلوة بالشكل ده كده. شوية توم حلوين. التوم الطازة ده بيدي للفراخ طعم. شوية الملح الحلوين. الفلفل الأسود المجروش. ده أساسي. ما تكتريش توابل كتيرة لأن الفريك هنا عايزين نطعمه كويس. عندي فلفلة حلوة، عارفاها دي؟ الهريسة اللي بتطلع من الفلفل الرومي، كلنا عارفينها. الفلفلة الحلوة دي أساسها الفلفل ده. بيتجاب يتقطع نصين، إخواننا السوريين شطار جدا في عمايله على فكرة، وبيتعمل وبيتخزن وبيتباع. وبعد كده ما ينشف ويتيبس بينطحن بالمفرمة، وبعد ما ينطحن بالمفرمة بياخد زيت زيتون ويتحفظ في برطمانات. دي اسمها الهريسة أو الفلفلة، دي المسميات بتاعتها. في المغرب وتونس والجزائر، تحية كبيرة طبعا لإخواننا هناك، بيسموها الهريسة. إحنا نسميها فلفلة حلوة هنا، ومسمياتها برضو في دول الشام الفلفلة الحلوة أو الهريسة. تعالوا مع بعض تبلنا الفراخ بالشكل ده كده، بناخدها كده. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إنس إنس للزفارة مكان بينا. ليمون، فلفلة حلوة، ملح وفلفل. ليمون، فلفلة حلوة اللي هي الهريسة، وملح وفلفل. أصبحت الفراخ هنا ما أقولكيش زي ما هي كده. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار. كل القصة إن أنا أحط شوية زيت صغيرين هنا كده مع مكعبين من الزبدة، مكعبين من الزبدة مع معلقتين زيت زيتون، وآخد الفراخ دي أصنع الطعم. بسم الله. أدي الفراخ بتاعتنا الحلوة. الله، هو ده. لا ريحة حلوة عجباكي، ها؟ مستكترة الفرخة، الفرخة طبعا وهي سليمة، يعني مش متخيلة إن ده كله يطلع منها. سمي بسم الله بس، خلي بالك والبركة تجيلك على طول. شفت الحلاوة دي؟ ده الصدر، اللي بيحب الصدر اهوت، وده الورك أو الدبوس. ركزي بقى في الحتة اللي جاية دي كده، هتسيب الفراخ ده على النار بالشكل ده كده. إخواننا وحبايبنا الأساتذة المصورين، معايا بقية التتبيلة بتاعة الفرخة اللي هو الفلفلة مع عصرة الليمون مع البهارات الحلوة. بنزل ببصل ناعم، بشوية توم كمان. الله، برافو عليك يا حلوة. شفت الست الطيبة؟ الفريك ما يحب الشريك. هننزل عليه بالتتبيلة دي ونقلبه ونحضره معانا. هو ده طاجن الفريك. دي مدارس بقى، يعني انت ممكن تعمليه بطريقة أحسن مني على فكرة، واحنا المصريين الشطار، الريف المصري والصعيد المصري بالذات شطار جدا في عمايل الفريك، سواء حمام بالفريك، وده اهداء الحما لجوز بنتها الصباحيه، الحمام بالفريك في المناسبات، بنروح بعض المطاعم المشهوره ناكل الحمام المحشي، واحنا شطار جدا في عمايله، بتيجي الناس من كل الدول تاكل عندنا الحمام المحشي، الحمام المصري بالذات لا يعلى عليه، كل الكلام ده. ولكن انا بجتهد في ان انا اعمل حاجه بفكر تاني، زي ما بقول دايما تفاصيل صغيره ولكن معنى كبير وطعم جديد. ده فريكه معاه بصل، معاه توم، معاه الفلفله الحلوه، مكان ما تبلت الفراخ. وامسكه كده اشربه الفليفر والطعم بتاع القرفه الناعمه. واحضره معايا كده زي الفل. والفراخ على النار، هسيبهم كده وتعالوا نشوف اخبار الفراخ ايه. ايه الدنيا هنا؟ نار شديده. خلي بالك كل ده الفراخ بتديني جوس، بتديني عصير، بتديني بهريز، هيلعب دور كبير جدا في تسويه الفريك بتاعي.
شوربه يعني من الاخر. فراخ على النار بتستوي زي الفل. حابه بقى تضيفي شويه خضار ماشي، فلفله حلوه ماشي، جزر مبشور ماشي، زي ما انت عايزه، بصل اخضر ماشي، دي بتاعتك انت. عايزه تحط شويه مكسرات على وش الفريك بعد ما يستوي ماشي، نخليها تستوي كده الفراخ بالشكل ده كده. عندي شوربه نحط عليها شويه كرفس حلوين. الشوربه دي عندك هنعمل منها الجزر، شفت بقى الفكر المطبخي. ده كرفس مع العظم بتاع الفراخ. نسيب الشوربه دي تغلي على النار معاها بصلايه حلوه. يبقى انا عملت شويه شوربه كمان، الشوربه دي هعمل بيها شوربه الجزر. شفت المطبخ حلو ازاي؟ بس لما تشغلي دماغك كده وتقفي بحب، ودايما اقول مفاتيح السعاده الزوجيه هي من المطبخ. الكلمه الحلوه بتيجي بعد المطبخ، القعده الحلوه بتيجي بعد المطبخ، السهريه الحلوه بتيجي بعد المطبخ. شفت دي شوربه. وبعدين في فرق لما ست البيت تعمل حاجه بحب وداخله المطبخ مش ملزمه وواجبها ان هي تعمل اكل، بتحس ده زي واحد رايح شغل الصبح طبيعي، يصحى يشغل عربيته ويركب مواصلات عادي دلوقتي ويجي رايح على الشغل، ده اداء وظيفي، اداء واجب. وده غير لما تخش المطبخ، حابه تخش المطبخ تعملي حاجه، حتى كوبايه الشاي اتعملت بمزاج بيبقى طعمها حلو. خلونا طبعا الفراخ على النار قدامها وقت تستوي كده، شايفها قدام عينيا بتتدلع في قلب الطاسه اهيت، واخده الفليفر والطعم. عندي شويه شوربه حلوين، الكرفس ملك الشوربه عشان هعمل شوربه الجزر. عندنا الفريك بيحب الشريك بس طبعا انا مدلعه. خلينا ناخد بعضنا ونطلع في فاصل صغير. هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع فراخ بتستوي على نار هاديه كده. عايز الفراخ تستوي. الفراخ لما تتغسل وهي سليمه عكس ما تتغسل وهي متقطعه، بنفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها. انا الفرخه بعد ما قطعتها حطيتها تبلتها بليمون وتوم زي ما حضراتكم شفتوا وفلفله حلوه، وحطيتها في زبده وزيت تتحمر. الطبيعي لازم اغطيها بالشكل ده كده. حلو قوي. تعالوا مع بعض نعمل شوربة الجزر بالكريمة والمستكة، نشوف نعملها مع بعض ازاي. مقاديرها على الشاشة. معانا كريمة لباني، معانا جزر مفيد جدا غني بفيتامين سي، كلنا عارفين طبعا الجزر له فوائد عديدة. معانا توم وبصل والمستكة طبعا والكرفس. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. وانا عندي وانا شغال كده ربنا كرمني وعملت شوية شوربة حلوين بعظم الفرخة مع كرفس على النار، بتغلي هنا معايا استفيد بيها بدل ما احط ميه من البراد او ميه من الحنفيه. ما عنديش شوربه فراخ انا ولا شوربه لحمه في الثلاجه. زي الفل. حلو الكلام. تعالوا نعمل شوربه الجزر مع بعض. الاطفال بيحبوها على فكره لانها شوربه كريمي. طاس على النار، المستكه معانا، بصلايه ناعمه مع فص توم نحمرهم مع فص مستكه حلو ومكعب زبده. على ما نشوف الجزر هنقطعه ونبدا نشتغل فيه ازاي. شغالين واحدة واحدة كده مع بعض اهو على النار الحلوة دي. مكعب زبدة صغير كده، اشوف المستكة بحبة عينيا، ما نكترش منها على فكرة لانها بتمرر، خلي بالك. يعني المستكة نعم سعرها غالي شوية ولكن كمية قليلة منها بتديك الطعم اللي انت عايزاه. طعم المستكة اهوت في قلب الحلة. بننزل البصلية صغيرة، فص توم حلو. جرب الشوربه بالطريقه دي ونسيبهم على النار شويه مع التحميره دي. معانا كرفس شكله حلو، الكرفس البلدي ده والكرفس الافرنجي ده بيبقى مميز. في طريقتين لعمل الشوربه الحلوه دي، يا اما ان انا اقدمها متقطعه، يا اما ان انا بعد ما تستوي اهرسها عادي. ناخد الكرفس الحلو ده كده في قلب الحله بس خلاص، ونقلب. ريحه حلوه، عجباني الريحه دي، ريحه الكرفس مع المستكه مع البصلايه مع التومه، شويه الشوربه هنا حكايه. حلو قوي. عندنا شوربه، الشوربه دي صنعناها من ايدينا، بنصفيها بمصفاه كده زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله.
الله على الريحة، ريحة المستكة حكاية. الله. حط الكمية اللي انت حباها. شفت عظم الفراخ هنا؟ كفاية زي الفل، واسيب دول يستوي. ده المطبخ، شفت البساطة؟ شفت الشياكة وانت واقفة؟ شفت شوربة؟ على فكرة دول ممكن يتشربوا كده، طعم المستكة فيهم والكرفس حكاية. اخواننا في الصين وفي اليابان بيكتفوا بكده ويحطوا فيها العجينة بتاعتهم محشية جمبري أو محشية سمك، تبقى لطيفة وجميلة بس بتاخد جنزبيل طبعًا. والوسابي صوص اللي هو طبعًا سبايسي جدًا. شفت الفراخ مع بعض؟ أهي أهي، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ خدت اللون الحلو الزان الكهرمانة اللون الذهبي. سيبها على النار. أخبار الجزر إيه يا عم الشيف؟ جاهز معانا؟ كريمة اللباني دي في آخر حاجة بنضيفها. خلي بالك ممكن تعملي حاجة حلوة، أنت تستوي الجزر ده وهو سليم، لأن بعد المبتدئين في المطبخ لما يجوا يقطعوا الجزر بإيديهم بتحصل إصابات، لأن الجزرة قاسية شوية. فأنت ممكن تسلقي الجزر وهو سليم، هيبقى سهل التقطيع، سهل التعامل معاه. بالشكل ده كده. نعم والله لو حطيته في الكبه يعني برضه الجزريه بتبقى قاسيه شويه على السكينه بتاعت الكبه، فبرضه ممكن يحصل خسائر. فانا بفضل طبعا استخدامنا مع الجزر لو احنا هنعمله شوربه نسلق الجزر وهو سليم شويه، هيبقى سهل الاستخدام او سهل التقطيع زي ما بيقولوا. معانا كده. ما تبصش للشيف المغازي، يا ما اقطع جزر ويا ما اقطع ايه بطاطس. بالشكل ده كده. جزر. في مقولة دايما يقول لك الجزر أول النظر، لا بالعكس، هو فعلا مفيد لكل الفوائد، ولكن أنا مع الجزر مفيد جدا بفيتامين سي، ومفيد طبعا للعين والقرنية والجو ده، بس احنا مش عايزين نحدد صفة واحدة أو فايدة واحدة من فوائد الجزر. أليافه كفاية، بتعالج الإمساك، السكريات اللي فيه سكريات آمنة، يعني مفيش مشكلة لمريض السكر أو مريض الضغط ان هو يشرب منها. ده الجزر. شوربه حلوه، نغير، مش كل يوم شوربه عدس، مش كل يوم شوربه شعريه. نسيب دي على النار تستوي. جاي على بالي الفريك يحب الجزر برضو، خلي بالك، بس التقطيعه هنا بقى هتختلف شويه بتاعه الفريك. ليه يا عم الشيف؟ الفريك من الحاجات اللي هي طعمها شويه مش مهضوم، مش مقبول قوي يعني. فلما احط جزر سكريات معاه بتبقى لطيفه وجميله. هاخد الجزرايه الحلوه دي كده بعد الفريك ما بيستوي، يبقى شكلها حلو قوي في قلب الفريك. اخدت زي ما هي كده اهي، شفت الطريقه دي زي الفل. اخدتها كده بحطها على الفريخ. الله، انا عارف مخرجنا الحلو يحب الصوره الحلوه. واسيبها تكمل سواها هنا. لازم تهتمي بطاجن الفريك ده. معانا فريك. والاولاد هياكلوا، والضيوف هياكلوا، والجيران هتاكل، والحبايب كلها زي الفل. عندي شوربه اللي انا هسوي بيها الفريك على النار. شفت الحلاوه دي؟ اهو ده. يا عم الشيف ده، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ الفريك هنا بيشرب البهريز اللي نزل من الفراخ. البهريز اللي نزل من توابل الفراخ. أكلة، أكلة بيتي يعني، أكلة من المطبخ المصري والريف المصري. شفتي؟ الفراخ دي هتستوي في قلب الفريك. لا والجزراية مخرجنا الجميل عملت يعني صورة حلوة قدام حضراتكم اهي. لسه طبعا هحط له شوية فلفل كمان بالشكل ده كده. خليها على النار الشديدة دي بالشكل ده كده. الله. عندي شوربة. الله، اهي الشوربة بتاعت الفراخ. شفت المطبخ وحلاوته؟ شفت المطبخ وجماله؟ هو ده.
الله، ده الموضوع سهل جدا يا مغازي. انا فاكر الموضوع صعب خالص. خلصت الشغل بتاعنا، نسيبه بقى يستوي يعيش مع نفسه. في خطأ احنا بنقع فيه دايما، لما بنيجي نستعمل الفريك بنغسله وننقعه في ميه ونسيبه، ده غلط. الفريك والرز بالذات لما تيجي تستخدميه بتغسليه مره واتنين وتلاته وبعدين تصفيه كويس بمصفاه ناعمه طبعا، وتسيبيه بعد ما تصفيه كويس، مش يتخلي الميه فيه. خليه على النار كده، وخلونا ناخد بعضينا ونروق الكاونتر بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل عايز اقول استخدامك للفريك لازم تحط في الاعتبار، لازم الفريك ياخد من طعم الحاجه اللي بتعمليها. بتعمليه مع لحمه، بتعمليه مع فراخ، بتعمليه مع سي فود، ازاي؟ دي مدرسه زي ما انا اشتغلت كده دلوقتي. معانا شوربه الجزر على النار، عملتها بشوربه طبعا بعظم الفراخ اللي كان معايا، بسيبها الجزر كده يستوي على النار بالشكل ده كده. ممكن اقدمها بطريقتين، يا اما اهرسه يا اما اقدمها سليمه زي ما هي. فاصل صغير ونرجع، معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن بشكل جديد وطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شوربة كريمي، شوربة الجزر على النار بتستوي. طبيعي الجزر برضو غني بالألياف بتاعته، السكريات بتاعته، الكرفس مع المستكة مديني انسجام زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا لسه ما نزلتش بالكريمة اللباني. الله، لا جيب لي الصورة الحلوة، شوف الفريك بقى. أقولك ما يحب الشريك اهو، بس هو عايز الاهتمام، هو عايز الاهتمام. حاضر، هو ده. انا معايا شويه فلفل بحطهم على الفريك ده ادلعه، معايا شويه خضار حلوين، السفره بتاعتي دي عايزه طبق سلطه، فحضرتك كده بتهتمي. ودايما طبق السلطه ده لوحه فنيه، اثبات للوجود، اثبات ومعطيات انك بتحب المطبخ، اثبات ومعطيات انك بتحب الضيوف اللي معزومين، من شكل تقطيع السلطه، تقديمك ليها، ده مهم جدا على فكره. فتعالوا مع بعض. ده فلفل اخضر واحمر، اه حلو قوي. والفلفل الجميل الحلو ده كده هنعمل طاجن احنا، فبناخد الفلفل ده كده بنقطعه في قلب الطاجن. اه طبعا ده دايما لما بتضيفي الفلفله الملونه بالذات، بما ان هي مع الفاهيته معانا مع الطواجن معانا، بتضيفها اخر حاجه عشان يبان الجمال بتاعها. ما تغليش على النار كتير، ما هيش فريك وما هيش بصل او هي جزر انك انت تهتمي بيها في تسويتها جامد، لا لازم تحطها على النار وقت قليل جدا عشان تشوف ايه خضارها وجمالها. اه خضار ده بالشكل ده كده. كل ما اهتميتي بكميه الخضار مع الفريك كل ما الفريك يبقى طعمه حلو. ليه؟ الفريك الانسجه بتاعته الالياف بتاعته بتشرب الفليفر بتاع الخضار، انواع الخضار نفسها. خدهم كده زي الفل. انا اخد الخضار ده بعد التقطيعه الحلوه دي كده. ايه رايك مخرجنا؟ انا عارف انت بتحب الصوره الحلوه دي. اه ينزل هنا. اه نقلب كل ده مع بعض. اصبح ان السفره بتاعتي فيها كل حاجه حلوه. قال ما يحب الشريك، قال ده كلام راجل طيب. تاكل الفليفله ولا تاكل الفراخ ولا الفريك الحلو؟ وبعدين لما تطلع لك حته الفراخ كده متغلفه فريك، متغلفه طعم، اكيد طبعا طعمها بيبقى ايه، لطيف وجميل. شفت؟ اقلب كده واسيبهم على النار. اما اعمل تركايه حلوه دي ما حدش بيعملها غير الشاطر، يعني انت شاطره في المطبخ هتعمليها. معايا شوربه فيها طعم المستكه وطعم الكرفس. اللي انت بتفكري فيه ده، صح، برافو عليك. ودايما منجاور السعيد بيسعد، منجاور السعيد يا عم شفيق بيسعد.
ايه المشكله لما اخد شويه شوربه من دول كده؟ بص على الحلاوه دي كده، هو ده. تشريبه كمان واحده، كمان واحده، واسيبهم على النار برضو تاني. محدش بيعمل الحاجه دي غير اللي فاهم مطبخ. واسيبه على النار يا عم الشيف. حله الفريك مع الفراخ مع الخضار، اكله تكفي العيله زي ما قلت في البدايه، والاسره والحبايب. مخرجنا عايزها مكشوفه كده رايح جاي عليها. تعالوا مع بعض عدل السفره بتاعتي. طبق سلطه لطيف وجميل، دايما طبق السلطه بيكون معايا في الحلقه بتاعتي، بديله اهتمام ومش بديله اهتمام. يعني ايه؟ يا اما بطلع بيه جاهز، يا اما بطريقه التقطيع، ولما بتيجي فرصه بتشكيله خضار مع ايام الشتاء. النهارده لقيت قدامي خس بلدي، بتيجوا نعمل طبق سلطه حلو كده بيحتوي على الخس البلدي والبصل الاخضر والفلفله والجمال، ونديله فليفر من الليمون مع زيت زيتون، يبقى طبق جميل عدل السفره بتاعتي، بما ان السفره عليها فريك بالفراخ وعليها شوربه لطيفه وجميله. هتقولي المقادير، دايما طبق السلطه مفتوح. يعني ايه مفتوح يا عم الشيف؟ مقاديره مش ثابته، الحاجات اللي موجوده في درج الثلاجه بتستخدميها، عشان بس ما تقولناش فين المقادير. ده خس بلدي وده دايما مش موجود. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الخس البلدي. بصل اخضر، خس بلدي، الخضروات الورقيه تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع يا ست الكل، ده مهم جدا على فكره. دايما الخضروات الورقيه زي الخس، زي الجرجير، زي السبانخ، دي بتتغسل وهي سليمه. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما نفقدش جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها. طماطم دي بتتاخد كده، شفت الطبقه دي لوحه زي الاطفال دلوقتي كده لما بيمسكوا الالوان بتلون. وده بصل اخضر، الله، عاشق انا للبصل الاخضر. بصل اخضر يعني مضادات اكسده، يعالج البرد، مهم جدا للرئه والجهاز التنفسي بجد. عندنا برد، عندنا مشاكل مع البرد، بصل اخضر زي ايدي ما بتحط وتجيب. شفت الجمال؟ عندنا فلفل اصفر. وكل يوم لو هعمل طبق سلطه خضراء بنفس المكونات دي شكله هيختلف معايا وطعمه هيختلف. ده الطبيعي. حلو، البهريز بتاعنا او الفليفر بتاعنا او طعم التبل السلطه بتاعتنا او الدرسنج بتاعها عباره عن عصير ليمون. هو ده الكلام بقى. معلقه كريمه لباني بجد يا شيف. شفت الجديد بقى؟ دي مش في المقرر زي ما بيقولوا، او مش في النص. زيت زيتون، ممكن تحط معلقه مايونيز، فص توم حلو كده باطراف ايدك وانا شغاله. انا بشتغل. معلقه زعتر صغيره ومعايا المضرب في طريقي. الله على الخس البلدي ده، البصل الاخضر ده لما ياخد الطعم الكريمي ده. شويه ملح صغيرين ونقلب. ايه رايك في الطبق السلطه الحلو ده؟ البهريز ده، الصوص ده، تشربه السلطه دي، الدرسنج بتاع السلطه دي يتحط عليها. شفت الصوص الكريمي ده؟ هو ده الوايت صوص بتاعها. يتحط عليها قبل التقديم مباشره. لا ما تاخدش خل يا غالي، كريمه اللباني ما تاخدش خل. الف انا وشفا لله ياكل منها. نغرف طبق الشوربه، يلا بينا طبق الشوربه دي نخليها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبق السلطه ده مكانه كده، ونشيل الحاجه دي من هنا، وتعالوا نقدم طبق الشوربه بتاعنا سريعا. حلو، بسم الله. كريمه اللباني، بص الشوربه بتاعتي اهي. شفت القوام ده؟
طريقتين زي ما قلت لحضراتكم في البدايه. الطريقه الاولى ان انا اهرس الشوربه دي او ان انا اقدمها قطع كده سليمه زي ما انت عايزه. ولكن انا ليا غرض في ان انا اقدمها سليمه. ايه هو يا عم الشيف؟ لما انا بهرسها بتبقى زي القرع العسلي، شبيهه لشوربه القرع العسلي. فخلينا لما تبقى قطع سليمه كده مع الكرفس بيبقى شكلها مميز. ده معانا وده معانا، تعالوا نغرفها مع بعض. ممكن مخرج شاطر طول عمرك بيقول لي ايه رايك في قطع فراخ تتحط؟ يعني هتبقى احنا دخلنا في سكه تانية بقى. اولا سكه تكلفه. اهو يا فندم، اهو 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 اهو. عايز انت الزلزال ده، دخلنا في تكلفه تانية. شفت الجزر ده كده؟ هو ده، الله، اهو هو ده هو ده. كريمه اللباني مع الكرفس مع طعم المستكه. جربي الجو ده كده، جو البرد ده، عايز الشوربه دي. نعم، عينيا. مهم جدا بقى الفريك بتاعنا اللي على النار ده، انا بدات بيه الحلقه وده مطلوب منك طبعا في البدايه. اول ما تفكري تعملي الفريك وهتقفي في المطبخ، هي دي اول حاجه تحطيه على النار وتخلصي منه. تمام معانا كده؟ زي الفل. نعم يا غالي. ما هي السلطه الخضراء دي لوحه فنيه، زي ما انت عايز تقدمها، حابب تقدمها بالشكل اللي انت حابه حسب الرغبه. عشان كده دايما بسيبه للاخر. نيجي للفريك بتاعنا في السرفيز الحلو ده كده. ايه رايك تخليه في المقدمه حبيبي؟ حلو الدنيا كده زي الفل. نبص عليه. انا عاجبني قوي الطبق ده على فكره، يعني لو عامله عزومه. شفت الجو ده كده؟ تاخدي معلقتين من دولت كده. نعم. لا الفراخ استوت. وفكره ان انا احط الفليفله مع الجزر في الاخر ده، شفت ده؟ هو دي المفروض بتغلش اكتر من كده. الله على الطعم، الله على الجمال. شويه الفريك يتبلع لوحديهم. يلا بينا. اللهم صل على النبي. الله الله، ربنا يبارك لك يا عم الشيف. ده الفرخه بنجيبها الواحد يضرب ايده فيها بس كده يشمر القميص، خلصت دلوقتي. معرفش ليه البركه مش فيها. لا الفرخه تكفي عيله. والله كل ما اضرب المعلقه يطلع معايا فراخ، يعني الفراخ اكتر من الفريك. بتضحكي؟ انا مش بهزر، خلي بالك. الله، مش شايف قدامي غير فراخ. الف انا وشيفها. ظبط السرفيس ده كده. وفرخه دي وزنها انا شايف الفاتوره بتاعتها والله عامله تقريبا 850 جرام، مش مكمله كيلو. بس انا يعني عايز اوصل رساله، الموضوع مش بالمشتريات، الموضوع مش بان انا اجيب فاتوره عاليه، لا. انت بس اتفرجي على برنامج اكله امي على القناه الاولى الشيف المغازي. فرخه جبناها، شويه سلطه عملناهم من الدرج بتاع التلاجه اللي فيه الخضار، تاريخ صلاحيته قرب يخلص ناسياه. عملنا شوربه الجزر الكريمه بالكريمه والمستكة. عندك بقى شوية فواكه، عصير فريش، ليمون بالنعناع، الحاجات اللطيفة دي على السفرة بتاعتك في أيام الشتاء، لأن الشتاء طبعا له الأكلات بتاعته وله المشروبات بتاعته اللي هي بتناسب البرد والأطفال الحلوين ومشاكل البرد. بجد سفرة هنيئة يعني. رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.